أهلا بكم، حلقتنا مستمرة وملفنا الثالث في هذه الحلقة التوتر في الخليج، حيث تجدد التوتر بشكل لافت اليوم في منطقة الخليج على خلفية تسريب أنباء عن محاولة إيرانية لقرصنة ناقلة نفط بريطانية. وقد دعت روسيا اليوم الخميس إلى ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي وضبط النفس من جانب جميع الأطراف. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الخميس إن الكرملين يدعو لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي. ونفى الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس اتهامات بريطانية بمحاولة قوارب تابعة له اعتراض ناقلة نفط في مضيق هرمز. وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى. ومن جانبه اتهم ترامب إيران مجددا بتخصيب اليورانيوم سرا، في حين تعهد الحرس الثوري الإيراني بالرد على ما قال إنها قرصنة بريطانية أمريكية لناقلة نفط تابعة لإيران. المزيد في تقرير الزميل أيوب الريمي. مضيق هرمز، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، هكذا بات الوضع في هذا المعبر البحري الأهم بالنسبة لتجارة النفط، وهذا ما جره على العالم تصعيد الأجواء بين طهران وواشنطن، فما عادت سفن الشحن تضمن مروراً آمناً من المضيق. ضربت ناقلة النفط الإماراتية والسعودية، وأسقطت طائرة بدون طيار أمريكية، ثم استيقظ العالم على إعلان بريطانيا تعرض سفينتها بريتش هيريتج للاعتراض من قبل زوارق إيرانية. تقول رواية لندن إن الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية HMS مونيتورز اضطرت إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتش هيريتج وتوجيه تحذيرات شفهية غيرت على إثرها الزوارق الإيرانية مسارها، ليأتي الرد من الحرس الثوري نفسه ينفي الحادثة ويؤكد أن قوته لم تتعامل مع أي سفينة أجنبية خلال 24 ساعة الماضية. وبلغة الواثق والمتوعد يقول بيان الحرس الثوري إنه لو أراد توقيف السفينة لفعل ذلك ولم استطع أحد إيقافه. ما أكثر ألغاز مضيق هرمز، فكما حدث في واقعة استهداف ناقلة النفط الإماراتية والسعودية عندما ظل الفاعل مجهولا رغم تأكيد واشنطن توفرها على أدلة تثبت تورط إيران، يتكرر نفس السيناريو مع السفينة البريطانية مع تعدد الروايات المتضاربة وخروج واشنطن مرة أخرى لتقول إن لديها مقاطع مصورة توثق للحادثة. سرعة النفي الإيراني والغضب الذي عبر عنه وزير خارجية طهران جواد ظريف باتهامه جهات تريد زيادة التوتر، مواقف يراها البعض تظهر رغبة إيران في تجنيب المضيق أي تصعيد جديد في ظل السعي الأمريكي لتشكيل حلف عسكري الغرض منه حماية مياه الخليج ومضيق هرمز، حلف لو شكل سيكون بمثابة نقطة تماس عالية التوتر مع الحرس الثوري. في المقابل يربط البعض بين الحادثة إن صحت وبين تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني لبريطانيا عندما توعدها بدفع الثمن بعد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق. هي معركة المضائق، وكل خطوة غير محسوبة فيها قد تشعل المنطقة، وذاك ما يتخوف منه كثيرون. قال مناقشة هذه القضية أرحب بضيوفي معي في الاستوديو الدكتور حميد الكفائي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. ومن الكويت عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز القطان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور. مرحبا. نعم دكتور حميد، أبدأ معك، هل نحن أمام بوادر تصعيد جديدة أم أن الأزمة لم تنتهي بعد؟ الأزمة لم تنتهي بالتأكيد، وإيران ليس في مصلحتها هذا الانتظار لأنها اقتصادها ينهار، وهي تريد حلا لهذه المشكلة التي ضيقت كثيرا على الاقتصاد الإيراني على الشعب الإيراني. فأعتقد أن إيران تريد أن تبلغ الغربيين أن بإمكانها أن تضر مثل ما هم بإمكانهم أن يضروها وأن يحتجزوا السفينة الإيرانية، فبإمكانها أيضا أن تغلق مضيق هرمز وأن تعترض السفن وأن تضر وأن تلحق أضرارا بالمصالح الغربية. وما تبعت ذلك لو أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز؟
أعتقد أن إيران لن تفعل ذلك في الوقت الحاضر، لكنها تفعل مثل ما حصل مع السفينة البريطانية، تعترض السفينة وربما تفعل أشياء أخرى. أعتقد إغلاق المضيق سوف يضر دول كثيرة، وإيران ليست لا تريد أن توسع المعركة. طيب، بالحديث عن ناقلة النفط البريطانية، دكتور عبد العزيز، هل هناك محاولة إيرانية بالفعل لاعتراض ناقلة نفط بريطانية اليوم كما ادعت بريطانيا والولايات المتحدة؟ الأماني بالنسبة لقضية الاعتراض، يعني البيان الإيراني وتصريح جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا المسؤولين الإيرانيين بتكذيب هذه الرواية، وأيضا الرواية البريطانية في الأساس كانت رواية أمريكية. لاحظنا الصمت البريطاني في البداية، وكانت كل التصريحات هي كانت تصدر من وكالات أنباء أمريكية، ومن ثم تبنى الإعلام البريطاني أو هذه التصريحات المنسجمة مع الرأي الأمريكي. أعتقد بأن اليوم الحرب حرب اقتصادية، لا ننسى اليوم نعم إيران تمر بضائقة مالية، وأيضا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، كل هذه الدول تمر بضائقات مالية، هذه علينا أن نتبنى جيدا، خصوصا فرنسا تمر بضائقة مالية كبيرة جدا، وأيضا موقفهم من قضية اليوم موضوع الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية أيضا غير واضح، مرتبك جدا، فهم اليوم تحت إملاءات الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما بالنسبة للجمهورية الإسلامية تريد الحرب، لا أعتقد ذلك أبدا. إيران يعني عندها قوة سياسية ذكية جدا، وأيضا قوة عسكرية، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك، لكن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أدرعها وأدواتها لحاولة السيطرة. طيب دكتور عبد العزيز، نعم، بالحديث عن الولايات المتحدة، لماذا تصدرت بريطانيا المشهد الآن وكأن المشكلة باتت بينها وبين طهران؟ لأن تابع الجمهورية تابع للولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا قلت من قبل بأن الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع أن يجابه الولايات المتحدة، أن يجابه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فاليوم يستخدم الأقوى، يستخدم حلفاء، يستخدم الدول الأخرى كموضوع السفينتين من قبل، يحاول الإلحام أو الاتهام أو التصريح أو التلميع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران ليست متهورة، إيران تمتلك رصيد من الذكاء والدبلوماسية السياسية، وهنا لست أنا محاميا عن إيران، لكن أتكلم بواقعية. هذا التحليل السياسي، والتحليل السياسي يخضع إلى معايير، والمعايير اليوم بأن لا نستهين بأي قوة في المنطقة. طبعا أنا لا، موضوع الحرب وأن احتمال تكون حرب وهذه مناوشات، نعم هي محاولة من قبل الرئيس الأمريكي طبعا لابتزاز قوى الخليج أو لما يسمى التحالف الجديد ضد الجمهورية. طيب، أرجو أن تبقى معي دكتور عبد العزيز، سأعود إليك مرة أخرى عذرا على المقاطعة. دكتور حميد، الحديث عن دونالد ترامب، يتهم إيران مرة أخرى بأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم سرا، ما الذي يريده ترامب؟ يريد حربا أم يريد عودة للاتفاق النووي مرة أخرى؟ أعتقد أن ترامب لا يريد حربا وهذا واضح، ولكن الاتهامات المساقة ضد إيران هذه تتوالى، وإيران هي نفسها صرحت وصرح مسؤولون إيرانيون بأنهم غير ملزمين الآن بالحدود، حدود التخصيب اليورانيوم التي كانت سابقا بحدود 300، هم الآن في حل، سوف يعني هددوا بأنهم سوف يزيدون من كمية اليورانيوم المنظم، فإيران هي التي تقول ذلك. الأمريكيون يريدون أن يضيقوا الخناق على إيران، والعقوبات الاقتصادية الآن تفعل فعلها في الاقتصاد الإيراني. أما أنه القول أنه بريطانيا تسير من قبل أمريكا، أعتقد هذا غير صحيح. لأنه ما هو صحيح؟ لا أعتقد، لأنه هناك ناقلة نفط إيرانية بنمية مسجلة في بنما، وهذه متجهة نحو سوريا، وهناك علاقة، وهناك حظر وعقوبات أوروبية من الاتحاد الأوروبي على سوريا. فهذه الناقلة مسألة أخرى، فإيران تحاول أن طب، ولكن البيان الإيراني يوم احتجاز هذه الناقلة قال أنها ليست المرة الأولى، ولماذا الآن تحتجز بريطانيا ناقلة كهذه؟ هناك عقوبات ضد حظر من الاتحاد الأوروبي على سوريا، هذه الناقلة تنقل وقود حربي، وقود للطائرات والدبابات
إلى سوريا، وهنا هذه مشكلة منفصلة تماما. بالتأكيد الولايات المتحدة تريد أن تدخل هذه القضية ضمن الصراع مع إيران، ولكن بريطانيا ليست تابعة للولايات المتحدة، ليست تابعة، وموقف بريطانيا منفصل تماما. طيب. وهو منتقد مثل ما صرحها حتى بوريس جونسون عندما كان وزير الخارجية، عارض الموقف الأمريكي بخصوص إيران. طيب دكتور عبد العزيز، أعود إليك مرة أخرى بالحديث عن إيران. إذن ليست تابعة، هذا ما يراه ضيفي دكتور حميد الكفائي، ولديها موقف مستقل وتحافظ على مصالحها. وجهة نظر احترمها جدا، لكن بريطانيا التاريخ يشهد عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية غزت العراق، كانت تابعة لأكاذيب الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الأوضاع الاقتصادية السيئة في بريطانيا تجعلها تتبع الإدارة الأمريكية. وأيضا بولتون، تصريحات بولتون المتسارعة التي يتنفس هو الكيان الصهيوني، كل تصريحاته تأتي بريطانيا بعد تصريحات بولتون، فهذا أكبر دليل على ما أقول. فالواقع يثبت يا سيد العزيز، وهذا هذه وفق معطيات، هذا ما أقول. أما بالنسبة لموضوع الحدود اليوم، تصريحات التغاشق الإعلامي ما بين الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، هو يهتم بثلاث دول، يعني شمال كوريا، كوريا الشمالية، والصين، وإيران. فهو اليوم هذه البضاعة يريدها. بالمقابل أمس كان تصريح الرئيس الأمريكي يتودد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو لا يريد حرب كما تفضل الضيف، هو لا يريد حرب، ولكن يريد اليوم أن يبتلع دول الخليج، يريد اليوم أن يقوي أمامنا خبيرة بأن اليوم الأوضاع المالية الأمريكية والخزينة الأمريكية بوضع مأمن، وقد أخذت من قبل أيام من قطر ومن قبل من المملكة العربية السعودية. فهذا ما يريد الرئيس الأمريكي، هو الاستعراض الكلامي، ولكن هو لا يواجه، لكن يستخدم كالمساعد الإسرائيلي، كالمخابرات البريطانية، كالCIA الأمريكي. شكرا جزيلا. كل ما نعم تفضل. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز القطان، الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من الكويت. وسؤالي الأخير لك دكتور حميد، الإدارة الأمريكية وليس ترامب تدرك خطورة خوض حرب مع طهران أم لا؟ بالتأكيد الرئيس ترامب يدرك ذلك، ولكن المشكلة أن طاقم الرئيس ترامب هم من الصقور، وهؤلاء لن يترددوا في شن حرب، ولكن أي حرب ستكون جوية، تدمير لبعض المؤسسات الإيرانية، ولكن إيران بإمكانها أن تلحق أضرارا فادحة بالمصالح الغربية ومصالح حلفاء إيران، حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا، وهذا ما يخشاه الجميع، ما تخشاه أوروبا، تخشاه روسيا، وتخشاه الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك دكتور حميد الكفائي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفي في الاستوديو.